المخصص للهيموداليس يونت ما يخص النيرسز، فده المنتدى الثالث. وهنا دكتور طارق احسن صنعا ان خلى العنوان بتاعه ثيرد داي ات هيموداليس يونت، اليوم مخصص للكومبليكيشنز المتعلقه بالفاسكولار اكسس. هناخدها النهارده معانا ثلاثه من السبيكرز الشداد جدا. الدكتور طارق هيتكلم على الفيستولا، الدكتوره هاله طبعا مدرسه، الدكتور طارق مدرسه التمريض كليه التمريض المنصوره ومتخصص في الهيموداليسيس، ونفس الكلام الدكتوره هاله ان شاء الله تبقى هي المحاضر الثاني مدرسه في كليه التمريض، وبرضو تخصصها الدقيق الهيموداليسيس. دكتور طارق هيتكلم على الفيستولا، دكتورة هالة هتتكلم على الجرافت، ثم هيبقى الثيرد برزنتيشن مس سارة هتتكلم على الكاثتر، لان احنا ان هم ده الثلاثه مين فاسكولار اكسيس، فيستولا جرافت اند كاثترز. فانا يعني سعيد ان احنا مركزين زي ما الدكتورة هالة كانت بتقول قبل الميتنج، كل مره نبقى واخدين فوكسنج على سيرتين بوينت. فالنهارده ما يخص النيرسينج اسبيكتس او كومبليكيشنز للاكسس بتاع الدياليسيس. قبل ما اسيب المايك للدكتور طارق بحيث يبدا اول محاضره، احب طبعا اشكر الحضور وخاصه الاستاذ دكتور سعيد خميس استاذ امراض البطنه والكلى بطب المنوفيه، وان شاء الله بعد كل محاضره هنسمع منه تعليقات، وبالاضافه للاسئله للساده الحضور، اي حد عنده سؤال يكتبه على الشات وان شاء الله هنأجب على الاسئله تباعا بعد كل برزنتيشن. دكتور طارق شاكر، سعيد جدا بوجودك، واسيب لك المايك عشان تبدا وما نضيعش الوقت اكتر من كده، اتفضل يا باشا. شكرا دكتور حسين، وشكرا على دعوه كريمه ان انا معاكم المره الثالثه. زي ما نسقت مع الدكتور حسين وببلغ حضراتكم برضو ان احنا بنعمل كورس هيموداياليسيز هيكون على مدار 6 أو 7 حلقات، هنسميها فيرست وسكند وثيرد فورس. ده اليوم الثالث اللي هو ثيرد دي ات هيموداياليسيز يونت، هنتكلم فيه عن الهيموداياليسيز فاسكولار اكسس كومبليكيشنز، او ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل للوصله الورديه الشريانيه سواء كانت فيستولا او جرافت او وسطره. دي حلقه من ضمن الحلقات، دي الحلقه الثالثه لسه احنا مكملين كمان حوالي 3 أو 4 حلقات. انا بقول لك بس لو انت اول مره تسمعنا، لا احنا عملنا حلقه قبل كده كانت اللي هي انا بتعامل معاك انت اول يوم تشتغل في وحده غسيل كلى، كان اول يوم المفروض تعرف ايه، اتكلمنا فيها عن البيزك نيدز فور هيموداليسيز نيرس، تعرفنا فيها يعني ايه غسيل كلى، كام جلسه في الاسبوع، الجلسه كام ساعه، يعني لاين احمر ارتيريال، والدكاية الدم فين، والحاجات دي كلها. تاني يوم او كانت الحلقه اللي فاتت اللي هي السكند دي ات هيموداياليسيز يونت، اتكلمنا فيها عن الهيموداياليسيز فاسكولار اكسس اكزامينيشن، يعني ازاي نفحص الوصله الورديه الشريانيه عشان دي بتساوي حياه العيان، من غيرها ما يعرفش يغسل، فكان لازم ندي لها حلقه لوحدها. النهارده بقى اللي هو اليوم الثالث اللي احنا بنتكلم فيه، طب الفاسكولار اكسس دي ممكن يحصل لها مضاعفات؟ اه طبعا يحصل، وارد، اه وارد جدا. احنا لينا دور مهم جدا عشان احنا تقريبا احنا اللي ماسكين العيان من اول ما بنركب له الابل لغايه ما بنفصله، ده طبعا تحت متابعه واشراف طبيب الكلى، لكن انا الفيست هاندلر معاه، فلازم بعين عليه ابص واشوف وعشان اعمل ايرلي ديتكشن. عشان كده احنا دخلنا عملنا لها، طب ايه هي كومبليكيشن؟ يمكن احنا تطرقنا ليها المحاضره اللي فاتت واحنا بنفحص ان هي ممكن يحصل مضاعفات، واتكلمنا خدنا هنت عنها، لكن احنا ليه بقى بندي الكومبليكيشنز في سيشن لوحدها وتكمن اهميتها فين؟ عشان باختصار ان يمكن الاصابه دي مكرره برضو، يعني هي قلب العيان، هي اللي بتنقذه، هي اللي بيها ما يعرفش يغسل، ما غسلش هيموت. بس هو دلوقتي الكليه بتطلع اليورين، واليورين ده عباره عن ميه زياده وتوكسين زياده، طيب ما فيش يورين طالع، او لسبب ما اليورين قليل بس التوكسين عاليه، واتخذ القرار انه يغسل، هيغسل من عن طريق الفيستولا، نطلع الدم وندخله عن طريق الفيستولا. طب الفيستولا فيها مشكله، صحيح في طريقه تانية احنا هنركب قسطره مؤقته، بس كده الفيستولا دي باظت فيها مشكله. عشان كده انا يعني جت في دماغي الجمله ديت، ان هو لو عيان غسيل كلى حد حب يسرعه هيقول لي الحرامي خد كل حاجه وخد كل ما املك، لكن سيب لي الفيستولا بس عشان اعيش بيها، ما هو من غيرها هيموت، الميه تتخزن في جسمه، ما تروح على القلب، تعمل لي اوفرلود على القلب، وترد على الرئه، تعمل لي اكوت بالمنر اديما، مشكله في النفس ويورم، والعيان التوكسين طبعا في الاخر تعمل له اريزما وما هيضايق. يبقى هي بدايتها خلي بالنا واحده واحده كده، الفيستولا نراعيها ازاي، وهي مسؤوليه مشتركه، مش انا المسؤول بس ولا العيان بس، انا عليا جزء وهو عليه جزء، زي ما هنشوف في البرزنتيشن، انا مش عاين عليه حراسه بس انا افهمه اعمل 1 2 3 4 في البيت عشان ما يحصلش المضاعفات دي اللي ممكن تدخلنا في يعني في سكه احنا مش عايزين ندخل فيها.
بيقول لك ان جود اكزامينشن انك تفحصها كويس فتعرف طلوع الكومبليكيشنز في اولها، فبالتالي تحافظ على حياه العيان. يبقى نستنتج بقى ان الفحص كويس بيساوي انك بتحافظ على حياه العيان. سريعا كده بس عشان لو اول حد يسمعنا ما سمعش المحاضرات اللي فاتت، احنا قلنا ان هم ثلاثه تايبس من الفاسكولار اكسس، ارتيرو فينس فيستولا وجرافت واثار الفيستولا وريدوا شيران بصوره مباشره كدوت لحمهم في بعض 5 6 سم تقريبا. عشان نسهل الارقام بس شهرين يحصل لها ميتوريشن ونبدا نستخدمها. الجرافت هنسيب الوريد لوحده والشيران لوحده، لكن نوصل بيهم عن طريق تيوب كده مصنوعه من بولي تيترا فلورو ايثرين، دي شهر ونبدا نستخدمها. والاستاره اللي هي حاجه شبه اللي هي سي في سي او سنترال فينس كاسيتر اللي بتتركب بنشوفها كلنا في رقبه العيان، انترنال جاجرال او سب كليفين او فيمورال، ودي ما لهاش ماتيوريشن تايم مع اخر غرزه ممكن العيان يخش على المكن مش فيها مشكله. ادي يمكن شكل ليها اهوت. ادي الناس برضو كانت بتسال يعني الارتر والفين لازم في بعض كل يوم؟ لا، هم 5 6 سم زي كوبري كده، شويه دم يعدوا على الفين اعرف اسحب بقى من الفين وارجع تاني براحتي. ادي صوره تانيه الفيستولا بعد ما احنا ركبنا الابر. دي الجرافت اهيت، الوريد لوحده والشريان لوحده، التيوب البيضاء اهيت، طرف في الوريد طرف في الشريان، يوم الدم يمشي جزء منه يعدي عن طريق التيوب دي يروح للفين، فكده احنا عدينا برضو عملنا باي باس او شيفتنج البلاد للفين، فبالتالي كده اقدر الاقي كميه سورس اوف هاي بلاد فلو في الفين برانش او الفين لامب، نقدر نسحب منه ونرجع منه الدم براحتنا. ادي صوره اللي هي انتر اوبرتيف، طبعا هي زوم وهي بالبيبل هيت يعني سبكتينيوس زي ما انت شايف، طرف في الوريد وطرف في الشريان، تتركب عشان نسهل بس الكلام، واحده في كوع وواحده في ريستو، الكوع او الريست يعني، مش عايزين نقول بريكيال وريديال والكلام ده، بس خلينا واحده عند الكوع واحده عند الريست. الاثاره كلنا شايفينها اهيت، طبعا هي دبل يومن، واحده حمراء وواحده زرقاء، واحده نسحب منها واحده نرجع فيها، تتركب زي ما انت شايف اهيت في رقبته، انترنال جاجولار او هنا هي سبكليفيان، واللوكات بتاعتها اهيت والكلامبات. ومعلش اي حد بيسمعني لازم الاثنين، ما تعتمدش بس على اللوكات دي، في كلامبات الاثنين، عشان لو صفى الدم اللي عند الصديق كده واصله لغايه الرايت اتريوم او الاذين الايمن، ده مصنع الدم كله هناك، لو نزفت الدم كله صف. تعالى بقى نشوف، طب احنا بناخد الكلام ده احنا كنيرسنج ليه؟ عشان احنا علينا دور مهم جدا ان احنا نقلل الكومبليكيشن او نعمل لها ديلي، ناخر الكومبليكيشن از ماتش از وي كان. ليه؟ انت لما بتحافظ عليها وتمنع الكومبليكيشن بتحمي العيان او بتقلل من فرص ان يحصل مشاكل، والمشاكل دي هتتعالج بتدخلات طبيه او جراحيه، سواء مثلا خش يركب دعامه او يعمل مثلا ريفاسكولاريزيشن اللي هو ياخد نرقع بوريد او هنعمل اي توسيع او جراحه، ما كل ده بفلوس وده كوست، وفي نفس الوقت انت عملت له كومبليكيشن، في نفس الوقت الريسك اللي ممكن العيان دوت مع اولد ايج وهيمو دايناميك انستابيلتي في ريسك لداي، او خش يتحجز في المستشفى شويه. يبقى كان من البدايات هي حافظ عليها، نقلل الكومبليكيشن، نقلل التكلفه، ونحافظ على حياه العيان. ده يمكن بيبر هيت في 2018 سعودي جورنال اوف كيدني ديزيزز اند ترانسبلانتيشن، كان بيتكلم عن ايه؟ معلش انا هتكلم في سرعه 3 4 سلايد كده، شويه ارقام عشان ما تفكرش ان الكومبليكيشن، مش عشان انت ما شفتهاش لغايه دلوقتي تقول مش مهمه، لا مهمه، وهوريك صور وبيبر بتدي ارقام، فما تحكمش على الوحده اللي انت شغال فيها تقول ما الدنيا تمام عندي، لا، الناس بتعمل ابحاث عن 200 و300 و1000 عيان فشافوا ارقام، فعشان كده حبيت اجيبها لك عشان تعرف ان الموضوع مش هزار، وممكن العيان زي ما هوريك اكتف بليدنج دلوقتي ممكن عين يموت فيها. البيبر دي كانت في 2018 بتقول لك الفاسكولار اكسس مورتاليتي اند هوسبيتاليزيشن امانج هيموديالسيس بيشنتس ان بالستاين او في فلسطين يعني. تعال شوف كده، سيبك من الارقام دي دلوقتي، هو كان عايز يشوف معدل الناس اللي اتحجزت في المستشفى بسبب مشاكل في الفاسكولار اكسس. لو افترضنا دي كده 41 و81 يعني كانوا 122 عيان. بالنسبه للارتيرو فينس سواء كانت فيسلا او جرافت 40 في 40 واحد، والاسطره كانوا 80. طبعا مشاكل الاسطره اكتر من الفيسترا والجرافت، بس بنضطر لها في الاول لغايه ما يحصل الماتيوريشن. فالفي الارتيرو فينس فيسلا او اسطر او كانت حوالي 40 عيان، والاسطره كانت تقريبا 80، فاعداد برضه. طيب بالنسبه بقى للمورتاليتي الوفيات، لما قيمهم يعني كده 36 واد 20 يعني 56، شوف 36 واحد كان عنده مشاكل او كان حصل له ديس بسبب مشاكل في الاي في فيستولا او جرافت، وعندك 20 واحد يعني تقريبا 36 و20 يعني نص بالنص اذا جاز التعبير يعني، او ثلثين وثلث بسبب الاسطره، فيعني تعمل وارقام برضو مش قليله. دي بيبر ثانيه عملت يعني فحص ال 273 عيان، وشوفوا ايه الموست كومن كومبليكيشنز، كانت اعلى نسب الانوريزم، شايف واخد نسب كام؟ 273 45 واحد
اللي هي البروكسيمال والديستال وفي اليمين وفي الشمال ومن ما علينا. المهم كان اعلى نسب كومبليكيشن انيوريزم اللي هو التمدد الدموي اللي احنا بنشوفه منفخ كده، نيورولوجيكال ديس اوردر اللي هو يقول لك دايما ايدي منمله وتقريص وخدلان والكلام ده كله، فاسكولار ستيل سندروم اللي هو هاند سكيميا وهاند هايبو بيرفيوجن اللي هي نقص التغذيه الدمويه اللي راح لايده يعني. في حاجات تانية بس نسب قليله، بس انا عايز اقول لك لا في مواقع مواقع احنا دورنا نقلل او نمنع قدر الامكان. نبدا بقى اقول لك الحفاظ على الفيستولا دي مسؤوليه مشتركه بين العيان والتمريض، هنحافظ عليه احنا الاثنين، انا اثناء الجلسه والعيان وهو في البيت وفي الشارع. طيب مسؤوليه العيان بقى الجزء الخاص بالعيان، دي بيبر معمول على 72 عيان، دي الخطوات اللي هو المفروض ياخد باله منها، اللي هو ما يشيلش بقى حاجه تقيله، ما يزقش بقى حاجه تقيله، ما ينامش عليها، ما يسحبش منها قرايه ضغط ولا سحب عينه. فحصل 72 عيان، طلع المشكله فين؟ ال 72 فعلا كانوا ما بيسمحوش لاي حد يدي حقنه او يسحب عينات من الفيستولا، وكلهم برضو ما كانوش بيسمحوا لحد ان هو يقيس ضغط. بس تعالى بقى، كنا دايما بنقول للعيان الدراع اللي فيه الفيستولا اعمل فيه اكسرسايز، تسبح، تفرد ايدك وتتنيها كره اعصاب عشان ما يحصلش الهاند سكيميا او الفاسكولار ستير سندروم او نقلل. اتضح ان ايه، شوف النو كام 37، النص بالنص 50% اهوت منهم ما كانش بيعمل. طيب قال له ما تنامش على الدراع اللي فيه الفيستولا، ما تنامش، لا في الربع اهوت ما كان بينام، ما تشيلش حاجه تقيله 20% يعني الخمسه اهوت كان بيشيل. فده اهمال من العيان، في الاخر بيجي لنا احنا بمشاكل. طب مسؤوليتنا احنا كتمريض، عملوا زي تشيك ليست كده من اول عيان ما بيدخل لغايه ما بيخرج، التمريض بيتعامل معاه ازاي. فطبعا انا مش هقرا الشيك ليست كلها، بس انا عاوز افوكس على شويه حاجات. قال لك لما تكون حاله قسطره كان بيستخدموا دريسنج استرال دريسنج، يعني اللي هو دريسنج معقم، بص كده على النو 40% ال 50 من التمريض ما كانش بيستخدمه. طب ما يجي لها انفكشن في الاخر نقول منين؟ نيدنج اوف انيوريزم، طبعا انت عارف لما يكون في انيوريزم او تمدد بنقول نبعد عنه قدر الامكان. لا كان في 50% تقريبا، النص 50% يعني تقريبا النص كان بيشك في الانيوريزم. طب ما هينزل المسافه بين النيدل والفيستولا، طبعا انت عارف الفيستولا بنسيب قبل منها تقريبا من 5 ل 7 سم قدر الامكان، في 60% تلتين عدد التمريض في اللي هم فحصوهم يعني ما كانوش بيتبعوا الاجراءات دي. الكانيوليشن بقى اللي هو اتجاه الابر 48% يعني تقريبا النص برده ما كانش بيتبع الطريقه الصحيحه. فيعني في مشاكل العيان بيكون هو السبب فيها، هو البدايه عنده في مشكله، وانا ساعات بكون انا السبب وانا في الوحده، فخلي بالك. ادي يمكن بيبر ثانيه بتقول لك نوع الفاسكولار اكسس والكومبليكيشن. قال لك مثلا على القسطره ما بتاخدش وتدي معاك، كان في مشاكل بنسبه 20% تقريبا الخمس. مثلا كاستر سات انفكشن اللي هو مكان الدخول او تركيب القسطره نفسها كان بيحصل فيه انفكشن، كان في نسبه هي برضه تقريبا 15%. ممكن تتشال لوحدها في البيت، عشان كده بقول له ما تمشيش في اماكن زحمه وانت ما تحاولش انك تغير عليها في البيت. 10% مش 10% برضو ما تستصغرهم، يعني لو 100 عيان ما هو 10 منهم كده اتشالت في البيت. مثلا تعالى على الفيستول، حصل اسكيميا كان 36 التلت، انيوريزم 50%. فانا عايز، انا ليه بقول الكلام ده؟ عاوز اقول لك ان في نسب، فما تحكمش على الصاله اللي انت فيها او ال 20 عيان او ال 100 عيان، لا احنا بنتكلم بقى على مستوى كبير، في نسب، في كومبليكيشنز، احنا لينا دور، العيان ليه دور، وانت لازم تفهم العيان الدور بتاعه، ما يعرفش وعليك تنصحه. عمل ما عملش احنا هنعمل ايه؟ احنا لا نتكلم ولا نمل، يا فلان المفروض يعمل كذا وكذا وكذا، دي حصل كذا يبقى بسبب كذا، هو عليه دور وانا عليا دور، هي مسؤوليه مشتركه. طب تعال بقى نشوف ايه هي مشاكل الفيستولا. يمكن بيبر في 2006 اللي هي كومبليكيشنز اوف ارتيريو فينس فيستولا ان دايلسيس بيشنتس، سبعه. طبعا احنا مش هنسيب كل واحده من دي تتشرح دلوقتي ان ديتيل، بس يعني عشان نعملهم لستاتا كده او ليست. رقم واحد ثرومبوز بيتكون فيها جلطه فتقفل ولا تاخد ولا تدي معاك. فينس هايبر تنشن تلاقي الضغط، طبعا انت عارف لما نوصل العيان على المكنه فيها ارتيريال بريشر وفي فينس بريشر، تلاقي العيان ده هوت بقى دايما ضغط الدم في الوريد اللي هو راجع بقى للقلب عالي، دايما يكون في ستينوزيس او ده او اثيروسكلوروز، هنتكلم يعني بالتفصيل بس ده زي مقدمه كده. انيوريزم طبعا الاورده منفخه، فاسكولار سير سندروم اللي هي رقم اربعه ديت، اللي هي نقص اللي هو نسميها هاند اسكيميا او هاند هايبو بيرفيوجن، يعني نقص الدم اللي رايح للذراع للهاند او اليد او الايد اللي فيها الفيستولا. انفكشن اللي بتلتهب وفيها عدوى. نيورولوجيكال ديس اوردر يقول لك انا عندي شكشكه وتنميل وتقريص وخدلان، وساعات حاسس انها مشلوله، مش قادر اشيل بقى كوبايه الميه، مش عارف اكل بيها، الكلام ده كله. ومصيبه المصايب رقم سبعه اللي هي لو دخلت في اكتف بليدنج او نزفت، اللي هي مثلا في غرزه فكت او حاجه، وطبعا دوت ايمرجنسي. 2014 بقى
هيموداليسيس فاسكولار اكسس كومبليكيشنز، ايه الابيديميولوجي او يعني نسب انتشار المشاكل دي؟ قال لك مقارنه بالفيستولا، مقارنه بالفيستولا القسطره تقريبا 40% او 50 العيانين ممكن يحصل لهم مشاكل في القلب، واكثر من 50% بيتوفوا لاسباب معينه، وتقريبا الضعف ممكن يحصل لهم فيتال انفكشن يعني عدوى قد تؤدي الى يعني المشاكل كبيره ممكن عندي يموت فيها. ما انت عارف ليه بكتيريميا سيبتيسيميا توكسيميا العيان بيموت، شويه بكتيريا بس سيبتيسيميا وصديد توكسيميا سموم في الدم ممكن العيان يموت بسبب الافكت بتاع التوكسين بقى هنا. فخلي بالك، قال لك مثلا الستيل سندروم اللي هو الهاند هايبو برفيوجن او هاند سكيميا او الدم اللي واصل لايده قل، ده ممكن هاند سكيميا ممكن العيان ده صوابعه يحصل السر وبعد كده جنجرين وامبيوتيشن. صحيح بيحصل 1% في الفيسترا بس من 4 ل 6% في الجراف. طب وانا ليه اسمع حتى لو 1%؟ تعالى كان 1% كل 100 عيان واحد منهم ممكن يحصل له ستيل سندروم واصبعه يتقطع. احنا مش عايزين اي حد اصبعه يتقطع خالص، يعني مش الفكره ان احنا بنخليها من 10 نخليها 5، لا احنا عايزين من 10 ل 0. ما انت عارف عن صباع اتقطع ولا ايده اتقطعت، لو انت ترضى على نفسك خلاص نرضى للعيان، فما تقولش عشان اي يعني صباع ما عنده 4 انت ترضى بال4، لا ما ترضاش. فيعني بوت يور سيلف بيهيف ذا بيشنت، او حط نفسك مكان العيان، اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على العيان. وممكن في يوم من الايام انا وانت او اي حد يسمعنا هو اللي نام بيغسل، حد بيمنع المرض، ما حدش بيمنع المرض. نيجي الاول مشكله الاستينوزيس. يعني استينوزيس يعني دي شفت خرطوم الميه عم يطلع ميه كويس، تضغط عليه تلاقي الضغط عالي، بس ده الميه اللي ماشي ضغط عالي بس الميه اللي طالعه قليله. دي نفس الكلام يقول لك البلاد فيزل او الوعاء الدموي الدم ماشي فيه ده ليه بقى حصل فيه استينوزيس من قدام ماشي اثيروسكلوزيس، يعني تصلب شرايين وبدا جداره من جوه بدل ما كان مثلا وسعه 6 مللي بقى 4 مللي، دي ده فيجي الدم ماشي في حته واسعه ماشي في حته ضيقه فعليك مشكله. يجي الدم اللي راح الفيستولا واللي طالع منها قليل، تيجي انت تسحب تلاقي على طول الارمات على المكنه ما بتاخدش وبتدي معاك بالصوره الكافيه. هتعرفه ازاي؟ هو الحقيقه يعني ده اللي هيكون فيرم اكتر طبيب الكلى عشان بيطلب فحوصات فيستولوجرام بيعمل اشعه رنين دوبلر دوبلكس، بس احنا كلينيكال هنعرفه ازاي؟ ما بتاخدش وتدي معاك الطبيعي، الارمات على المكنه عاليه، هتبص على البلس والاسريل والبروي اللي احنا قلناهم في الفحص بتاع الحلقه اللي فاتت انك هتحس الزنه وتسمع الصوت الووشنج ساوند اللي هو الصوت دوت وابنورمال بلس. الطبيعي ان ما يكونش فيها بلس، ولو بلس يبقى حاجه بسيطه جدا سوفت كومبريسبل يعني باللمس كده حاجه بسيطه ولا تذكر، لكن كل ما البلس يزيد معناه الاستينوز بيزيد. اشوف كده ادا اي في فيستولا الاستينوزيس. عايزين نفرق بقى بين الاستينوزيس والنورمال، طبعا الكلام ده يعني انا بقول اكتر ميديكال، احنا بناخد فكرك او كثقافه طبيه اللي احنا هنبص على البلس في مشاكل. البلس المفروض يكون ما فيهاش، لكن كل ما البلس كل ما الاقي البلس عالي، ما انا بقول لك ان قوه النبض تتناسب طرديا مع شده الضيق، الطبيعي ما فيش نبض ظاهر لي انا كده يعني. لكن كل ما الضيق بيزيد كل ما قوه النبض بتزيد، فكل ما سرنج بلس كل ما كان شديد قوي اعرف ان في ستينوزيس اقوى. طب اكيد لا مش اكيد، بنبلغ طيب كده والله ان البلس عندي بدا يزيد وبقى بالبل ومحسوس وسترونجر، فانا شاكك يكون في ستينوزيس، بيجي يكونفيرم يطلب بقى مثلا فيستولوجرام، يطلب ام ار اي، يطلب مثلا دوبلر، يطلب دوبلكس. دي بقى اللي هتورينا الصور تاكد لنا الكلام ده كله، اصل ما فيش حاجه ابص على العينه اقول له انت عندك ستينوزيس، يعني احنا كنيرسنج يعني ما مش كده، لكن هو الموضوع فيه فحوصات عشان تاخد القرار المظبوط. الاسريل اللي هي الزنه المفروض هي موجوده في مكان الفيستولا، لكن ده بقى هتلاقي الاستريل في الفيستولا والاستريل عند الاستينوزيس، ما هي ده برضه الدم بيجي يخبط فيه يروح عنده يخبط فيه فعمل لك الاستريل. البروي بقى اللي هو الصوت الووشنج ساوند في الفيستولا على طول ومستمر، لكن في العيان اللي عنده استينوزيس هتلاقي صوت حاد جدا وصوت عالي شويه وشويه وبيقطع. فخلينا الفيصل عندنا يكون الفحوصات، لكن ده اللي انا ممكن الاحظه كلينيكالي. طيب يتعالج ازاي؟ طبعا هنتعمل له انجيوجرافي، العين ده لازم يتصور كويس قوي سواء بام ار اي دوبلر دوبلكس. ممكن يتعالج بقى سيناريوهات كتير، احنا طبعا الدور الاوعيه الدمويه هو اللي بياخد القرار، بس احنا بناخد احنا عايزين يبقى عندنا فكره العين ده هيتعمل له ايه، ولما بنطلب له قسطره بتاع ليه يبقى عندنا فكره بس، لكن احنا مش احنا اللي بناخد القرار ولا احنا اللي بنعمل الانترفنشن ده، بس احنا ما عندنا باك جراوند ايه اللي بيحصل عين ده. هو خلاص اتشخص الاستينوزيس، الاستينوزيس انت عارف اللي هو البي تي اي او البيركتينس ترانس اليومنا الانجيوبلاستي اللي هو القسطره بيخش يسلك يحط ستين هو ادرى بقى ساعات بقى بيخش ينفخ بالونه الاجراءات كتير.
ساعات ما ينفعش ويخش يعمل ريفاسكولاريزيشن اللي هو عن طريق جراحه وريد وباي باس، يعني يشيل حاجه ويحط حاجه، دي يعني مش بتاعتنا، بس بتعمل له قسطره بتوري له اورده والشرايين شكلها ايه اللي يقدر ينفع يتناسب معايا، دي بقى خبره كارديو فاسكولار. بس هو ميزه القسطره اللي احنا نعالج بالبالونه ونركب دعامه والكلام ده كله انها مينيمال انفيزيف، ما بتحتاجش ادميشن في المستشفى فترات طويله، بيكون لو ريسك فور انفكشن، اللي عنده ممكن يخش يغسل ثاني يوم عادي، مش فيها جراحه، ما فيهاش المضاعفات اللي تخوف يعني. بس لو العيان ده اتعمل له قسطره مره واثنين خلال 3 4 شهور، لا كده الموضوع بيتكرر بصوره ملفته، لا ده بقى عايز حد جراحه عشان ايه نحل الموضوع ده من جذوره. المشكله الثانيه بقى الثرومبوزز، يقول لك اتكون فيها جلطه وقفلت بتاع، ساعات العيان كده يقول لك ايه انت مركب، طب انت سايبه بقالك مثلا اجازه اسبوع ولا اثنين، تيجي تلاقيه بيغسل المسطره، ايه اللي حصل؟ يقول لك ده قفلت، تركب فيها الابره ما تطلعش دم، او تطلع في الابره نفسها لكن ما بتاخدش ولا بتدي، ليه؟ معناها في بلاد كلوت او جلطه اتكونت في الفيستولا، وطبعا عشان الدم اتجلط يبقى في ستاجنيشن، يعني الدم ماشي ببطء شديد لدرجه انه بيتجلط، فبعد يروح عامل جلطه في مكانه، زي عيان البيد ريدن كده، عيان في الاي سي يو مثلا بقاله فتره طويله ما بيتحركش، فالدم ماشي براحته وطالع براحته، فوارد ان يحصل له دي في تي. دي نفس القصه، ما الدم ماشي ببطء في ستينوزيس، ستينوزيس عنيف، فالدم ماشي براحته مش عارف يطلع، مش ما بيجريش، فالاستجنيشن ده او السلو ده سهل جدا يجلط الدم، يروح عامل له ايه الجلطه، تيجي تفسد تشد وتعمل بتبان. هي دايما بتكون اكتر ان هو ماشي الطريق بتاعه طلع من الشريان، عدى على الوريد ماشي، لا ستينوس دي فمش عارف يعدي، فالوريد الدم ده في شبه ركود راح من جلطه، ودي تقريبا نسبه 85% بيكون الاستينوس. اعرفها ازاي؟ لا في بلس ولا في سريل ولا في بيرو، ما الدم مش ماشي، هسمع صوت ايه واحس ايه؟ ما فيش. طب خلاص جلطه هتعالج ازاي؟ والله تتشال بقى بقسطره بالونه، تخش بقى سرومبكتوم يخش يشيلها، بتتعالج جراحه وبتتعالج بالقسطره، وفي بعض الادويه كانت بيخش تتحقن كده، بس يعني انا برضو ده يعني بتاع الاوعيه الدمويه هو اكتر اللي يفيد في الموضوع دوت، هل كان هل يخش يحقن دايركت كده ماده تعمل لايزس للثرومبس دي، ولا يخش يشيل، ولا بالقسطره، السيناريوهات كتير، احنا دورنا في مشكله، طبيب الكلى بيكونفيرم، بيطلب الاشعه والتحاليل والفحوصات، اوعيه الدمويه بيجي يتعامل، بس يعني نقدر نقول انها هتتشال جراحه او تتشال بالقسطره او ريفاسكولاريزيشن اللي هو يعني الوريد تاني يعني. دي حاجات اللي ممكن تنطلب، خلينا اشهرهم الدوبلر والدوبلكس والام ار اي، الباقي يعني خلينا في اشهر حاجات يعني. شوف لما بتتصور اهو الوريد ماشي زي الفل، دي اهو ستينوزيس اهو، عرفت بتتصور ليه؟ انت مش حاسس بالس، او مش الاسترال اللي فيه مشكله او شاكينا في حاجه، اتصور بيقول لك على الطبيعه على في ايه. هو بيخش بقى بالقسطره اهو، ويجع هنا مكان الضيق، ويقوم نفخ بالونه زي ما انت شايف، يقوم الضيق ده يوسع التاني ويروح حاطط فيه مكان ستنت، يجي يقفل يلاقي الستنت ايه؟ هيشال. زي فكره الكورونر ارتري، نفس اللي هو يقول لك انا ركبت دعامه في دي يخش ينفخ بالونه كده وسط، يروح حاطط ستنت يجي يقفل يلاقي ايه صبده تاني. زي ما انت شايف هو لما بيعمل دوبلكس اهو بقى شايف الدم قدام منه وهو رايح وهو جاي، ويقول لك الدايمتر ده بقد ايه وكل التفاصيل الكامله اهيت، وهو قدام منه الصوره كامله اهوت شكل، والدوبلر والدوبلكس يقول لك الدم رايح وجاي والفلوريد كام والدايمتر، الصوره كامله قدام منه نقدر نحدد بالظبط ايه المشكله. يمكن ديت البالون هو دخل في مكان الضيق وراح نفخها، تروح موسعه الضيق دوت وحاطط الاستنت بتاعته. مش عايزين نتكلم بقى في تفاصيل اللي هي فيها دواء ولا ما فيهاش دواء، خلينا بس نقول ان هي في ضيق يخش ينفخ بالونه، تقوم موسعه وحاطط استنت بحيث ما يقفلش تاني، دي احد الاجراءات. زي ما انت شايف اهو طلع القسطره ماشي، والقسطره حاجه مينيمالي انفيزيف وسلك وخلص الدنيا كلها. دي كده كان في فترة طلعت قالت هل الانتي كواجيليشن وانتي بيتت اللي عيني عمال ياخد هيبارين وبلافكس ومش عارف اسبوسيد، هل ده يمنع الثرومبس؟ الحقيقة لغاية دلوقتي قال لك نو داتا سبورت الروتين يوز اوف انتي بيتت او انتي كواجيليشن، مش هتمنع، وعملوا دراسات لو ما فيش بي فاليو او ما فيش سيجنيفيكانس ده زي ده، فقال لك خلاص الانتي بيتت والانتي كواجيليشن مش هتمنع ال بتاع ده هوت، لا ثرومبس ولا الكلام ده كله. ليه؟ دي والدم ماشي ببطء، ماشي ببطء، انت هتدي السيوله عاليه جدا، ما خلاص مع اي شويه ضغط ما العيان ده ينزل، فهم يعني الابحاث قالت لك مش هتفرق، مش هتاثر. نيجي على المشكله الثانيه اللي هو ارتيريو فينس اكسس انفكشن، اللي هي بتلتهب، واي انفكشن انت عارف ان المانيفستيشن بتاعتها يقول لك ريدنس، هوتنس، سويلنج، تندرنس، تبدا تحمر،
ويقول لك دافيه او سخنه مؤلمه، او تيجي تلمسها هو يبدا يصرخ، ممكن تطلع برضو بعض الافرازات، وده كله هتشوفه في الفيزيكال اكزامينيشن. طيب هيتعالج ازاي؟ كورس انتيبيوتيك او نشن كنف وانديش، هات لك تقريبا 6 اسابيع انتيبيوتيك، مش هنختلف بقى الانتيبيوتيك يقعد قد ايه، المهم هياخد انتيبيوتيك مع جود كير، بتدين ولابس الجلافزات بتاعتي وطهر، وهو برضه يقول له ما اغسل ايدك بالماء والصابون والكلام ده كله، ورباط شاش عليها انه يكفر، لكن ما يبقاش طايط عليها، ما يشد ما يقفلش عليها عشان نحافظ عليها بس. زي ما انت شايف اهو بدايه انفلاميشن اهوت اهوت، زي ما انت شايف اهو باتون هول انفكشن مكان التركيز اهي، ريدنس ووتنس سويلنج تندرنس اد انفكشن. نيجي على المشكله الثانيه، يقول لك انها ممكن تعمل لي دايلاسيس اسوشيتد ستيل سندروم اللي هي هاند اسكيميا، وده بيحصل بريفرال هايبو برفيوجن، يعني نقص الدم اللي رايح للهاند، وده دايما بيحصل بريكيال. ليه؟ لما يكون وصله محطوطه بريكيال الوريد اكبر شويه، فتلاقي الدم اللي رايح من الارتر للفين كتير، فاللي يفيض للي رايح للهاند قليل، ويكون اكتر برضه في عن الدايبيتك والسموكر، عشان الاثنين دايما بيكون لهم اثيروسكلروزيس. طب بيحصل ازاي؟ بيقول لك هو بصراحه كومبلكس وبورلي اندرستود، يعني مش عارفين ميكانيزم، بس يعني يقول لك لو حصل استينوزيس او كميه دم كتير عدت من الشريان، الوريد الفلو كان عالي، فلما الفلو دم كتير يعدي من الشريان يروح الوريد، فاللي فاضل في الشريان قليل اللي هيروح للهاند، فده التفسير الاقرب يعني. نعرفه ازاي؟ الستيل سندروم هتلاقي دايما هتقارن ايد العيان اللي فيها الفيستولا بايد اللي ما فيهاش الفيستولا، يعني فيستولا هاند او الفيستولا ارم بينها فيستولا ارم، الاثنين جنب بعض كده. درجة حرارة دي الايد اليمين اللي فيها الفيستولا نفس درجة حرارة الايد الشمال، اللون اليمين زي اللون الشمال، البلصة هنا زي البلصة هنا، الشكل هنا زي الشكل هنا. إذا لقيت درجة الدراع فيه الفيستولا درجة حرارة أقل من الثانية بس قريب، مسفرة مش نفس الناحية الثانية دي فيها مشكلة، الكابيلري ريفيل أنت ضغطت على الدوافر كده بتبيض، تسيبها المفروض سنتين ثلاثة تحمر، ليه دي بتقعد سنتين ثلاثة؟ الفيستولا يعني بتقعد أكتر من 3 4 ثواني، يعني أكتر من 3 ثواني، والدراع الثاني طبيعي، لا يبقى كده في مشكلة، يبقى الدم بيوصل متأخر وإيده ساقعة، ودم يقول لك في تنميل، في شكشكة، في تقريص، ساعات بتبقى حاسس إنها مشلولة، بشيل كوباية المية دي بتترعش وبتقع مني، ساعات بقى تلاقي بقى بداية ألسر، ده بدأ يسود، أزرق، سيانوزيس، وده ممكن لا قدر الله يحصل بجنجرين، أنت مستني إيه؟ طالما درجة الحرارة مش زي بعضها والبلس فيه مشكله والكابيلاري ريفيل، طب انت مستني ايه؟ ده شكل ايه اهو، انت شايف ساينوزيس اهو، ساينوزيس، شوف هنا الدراع سليم لكن هنا في ساينوزيس، انت بتقارن ده بده لكن ما تقارنوش بايدك انت، قارن دراع اليمين بدراع الشمال عشان ما تجيش في الشتاء بتقول لي ما احنا بنزرق، ايوه دراع الاثنين زي بعض، المفروض حتى في الزرقان لو لبس عليها جوانتي ما الموضوع خلص، ما هو بيدفى تاني، لكن ده مشكله، تلاقي سوعيه وزرقان وساعات تبقى مسفره وبتوجعه وتنميله وشكشك، وساعات يقول لك بتتشل، طب استنى ايه تاني؟ والبلس تلاقيه ضعيف جدا. مشكله العين ده ايه؟ اللي حصل له اسكيميا، شايف؟ حته ماتت ده نكروز اسكيميا، ممكن يحصل بقى جنجرين غرغرينه وتتشال، والاسره والفيسبوك كده معناها باظت، ما عماله تقفل 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 والترومبس مشكله. طب خلاص عرفنا ان هو ظهر لنا بالمنظر ده، احنا دورنا ايه؟ كونسلتيشن، يجي بقى حد اوعيه يبص عليه او جراحه اوعيه، احنا نعمل اكسرسايز، وبتاع الصيدلي بيخلوا باله من الروشتة اللي نزلت السيرف، ان لو في حاجه هتعمل فازو كونستريكشن زي البيتا بلوكر بينوتيفاي النيفرولوجيست او الطبيب الكلى، بيقول له خلي بالك انت كاتب دواء كذا وده بيتا بلوكر بيقفل الاوعيه الدمويه، فكده الدم اللي رايح للهاند هيقل اكتر مما هو اصلا قليل، فانت كده بتعمل ايه؟ اكسترا سيرفيشن او بتزود، فخلي بالك. احنا دورنا طيب والله سليم او غير سليم، سليم او تعبان بقى، دي الانواع الرياضه اللي احنا ممكن نعملها، كره اعصاب وانت شغال كده، يسبح او يعد، يفتح ايده ويقفلها، المشابك، اي حاجه رياضه عشان اعمل امبروف للسيركيوليشن او بريفرال سيركيوليشن. مشكله بقى بتاع الهيموريج ده، لايف ثريتنج، لايف ثريتنج ده ممكن يموت، طبعا يموت، عشان ده مش بينزف من وريد، ده وريد متوصل بشريان، فالشريان عمال يحدف على الوريد والوريد عمال يحدف على بره، كميه دم كبيره عنيفه، هتشوف صور دلوقتي. دايما ده بيجي يطلع عين عشان كان عنده انفكشن، عنده ضيق، فالدم عمال يجي ماشي ماشي في حته ضيقه، فعمال يحصل فينس كونديشن 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 كونديشن، ممكن غرزه تفك، ده مشكله. وخاصة بقى لو عنده ضغط، وتخيل بقى عنده ضغط وبياخد حاجه للسيوله والفيستولا بتنزل، الثلاثي الرعب او ثلاثي المده، انت مستني تاني، او كان عنده انيوريزم وعمال يتضخم يتضخم يتضخم، فدي مشكله. هيتعالج ازاي؟
اول حاجه كنترول البليدنج، هو بينزف او نزف سواء في البيت او في اي حته، كنترول البليدنج احنا نفضل نضغط عليه. دي يمكن بيبر اهيت في 2013 جبت منها صور البليدنج زي ما انت شايف، شايف دم دم، شايف اكتف بليدنج، شايف كميه دم. تخيل بقى ده كده عمال ينزف في البيت على ما يجي المستشفى. الصور دي لازم تخلي بالك منها عشان تعرف ان في نزيف، مش النقطتين ثلاثه اللي بيطلعوا بعد ما بنشيل الابرتين اللي ممكن نحط عليهم كبسوله كالسيوم ولا نضغط عليهم شويه، لا ده نزيف اهو، نزيف ونزيف لو ما تلحقش مشكله. طبعا بقى دوت من التركيب ممكن نشكشك، احنا بنخرم الوريد شويه يطلع لنا شويه دم تحت الجلد سبكتينيوس، هو عشان عنده سيوله فيعمل لك الهيماتوما، واتكلمنا عنها احنا بالتفصيل المره اللي فاتت. كله طبعا ما كان الباتش كبيره وما كان النزيف اكتر، بقول لك خلي بالك كده في مشكله في التركيب عندك. اهيات طبعا انت عارف بعد فتره الدم بتكسر بروتين وجلوبين وهيمو يعني الكلام ده كله، فبسود شويه. بقول لك لو انت عايز تفاصيل اكتر الاطلس دوت، هو اطلس اوف دياليسيس فاسكولار اكسس، هتلاقي فيه كل اللي نفسك فيه بالصور ودوكيومنتد كمان يعني. طب بنزيف اول حاجه يقول لك دايركت بريشر، هنجيب بقى دريسنجيه كبيره ونفضل ضاغطين عليها جامد لغايه ما يقف. ان دايركت بقى يعني بروفيشنال شويه وانت عارف الاناتوم، بتضغط على مكان الارتري الراديال ارتري والفين والكلام ده كله عشان نقلل النزيف. وفي ناس بقى تقول لك هو نزيف فين؟ مش عند الريست، اجي من فوق واروح ايه رابط جامد بالتورنيكي. وفي ناس تقول لك لا ما تربط الكف بتاعت جهاز الضغط، وانت عارف ان ضغطه مثلا ايسو قبل الجلسه كان مثلا 130 80، خلاص انا ارفع على 150 ولا 170، فكده الضغط عاد شديد فراح قافل الارتري، فما عادش في ارتيريال سبلاي. بس خلي بالك لو استمر لدقايق انت كده بتعمل ديستال سكيمي، ما انت مانع الدم برضه، فالموضوع بقى بحرص انا قافل بتورنيكي او قافل، مش عشان اوقف الدم اطلع دراعه، لا ده كده كفيرست ايد لغايه ما بيروح العمليات او حد يتعامل معاه، لكن ده فيرست ايد. وما تعملش تربط بكف وتروح منزل الهدوم عليها، يبقى الناس مش شايفه وفي اعتقادنا ان الدم وقف، ما انت رابط بتورنيكي او رابط بجوانتي او رابط مثلا جايب جهاز وريد ورابط بيه زي التورنيكي او بكف ومحدش واخد باله، لا اكشف عشان اللي راح واللي جاي واللي هيتعامل معاه يبقى عارف ان في الدم واقف عشان الايد. ان دي مشاكلها ممكن تعمل انيوريزم اللي هو وريد بيتضخم زي ما انت شايف، وكل ما يكون شايني، شايف الفرق بين هنا وبين لون الجلد هنا وهنا، كل ما يكون شايني ده امبيندنج رابشر، ده على وشك انه ينفجر زي البالونه كده، اقل لمسه تروح ايه عامل نزيف. يعني احنا من كتر الشكشكه عشان كده بنقول نعيد او ريبيت النيدلنج او نعمل روتيشن، نشكشك في كذا مكان عشان المتهم الاول هو الشكشاك اللي عنده بيغسل يعني بتشك 300 شكه في السنه تقريبا، اللي هو بتشك يعني ابره ارتيريال وابره فينس، يعني شكتين في الجلسه الواحده، ثلاث جلسات في الاسبوع، وهي السنه تقريبا 50 اسبوع، يبقى 2 في 3 في 50 300 شكه، فلازم نعمل روتيشن عشان ما نضعفش مكان معين من الفيستول او الجرافت، فتبدا تورم وتعمل لي انيوريزم او سيودو انيوريزم، دخلنا في مشاكل. انا بقول لك الشكشكه مره هتعمل لك هيماتوما لو انت مش عارف تركب كويس، ومره تعمل لك انيوريزم، عشان كده بنعمل روتيشن، ولازم يكون ايه انت يعني ايه مش عارف تشك، خلي حد يجي جنبك ويعرفك مره واثنين وثلاثه، مش فاهم مشكله والامور بتمشي تمام. الستيل سندروم صوره ثانيه اهيت، ودي يمكن سلايد ثانيه عشان بس تحفظهم 6 بيس اللي هو ست حاجات بيبقى بحرف البي، لو انت مش عايز لو انت هتنسى يعني السنو سيمتوم بتاعتها، دايما يقول لك بين ويشتكي انها بتوجعه، الم، باراسيزيا، تنميل، باراليسيس، ساعات يقول لك انا حاسس انها مش مش قادر ارفعها، بارسلسنس يقول لك انا ساعات يعني هو تيجي تحس الباص ساعات تلاقيه ابسن، بكل يوسيرميا اللي هو ساعات ايده تدفى وساعات تسقع حسب درجه الحراره، ساعات بتصفر. خلي بالك ان الجو الساعه او الضغط الواطي بيعملوا اكسسربيشن او بيزودوا، عشان انت عارف ان الجو البارد ده بيعمل فازو كونستريكشن، والفازو كونستريكشن يخلي البلاد سبلاي للهاند قليل، فهي الامور ماشيه مع بعضها كده. يرد مين بقى الكلام دوت؟ ده صباع اهوت والتاني على وشك اهوت، لما الصباع ده يتشال عقله ولا عقلتين ده يعني في شرع مين؟ طب احنا نخلي بالنا من البدايه ونخلي بالنا من العيان عشان ما يحصلش، احنا هنتحاسب على الكلام ده. سنترال فينس سينيوزس سريعا برضو، الدم ماشي الوريد قافل فالدم مش ماشي، فعمال الدراع يتنفخ 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 يتنفخ، تبص على الدراع اللي فيه الفيستولا تلاقيه قد كده والدراع الثاني تلاقيه قد كده، دي مشكله. ممكن بقى يخش بالقسطره الضيق ده ينفخه ببالون يركب دعم والموضوع يتحل. شايف الدراع اللي فيه الفيستولا؟ شايف الدراع تقني ايه والدراع الثاني عامل ازاي؟
هي فكرته ماشيه ازاي؟ ادي وريد وادي شريان عادي، دم ده رايح في اتجاه وده جاي في اتجاه، ما فيش ادنى مشكله. المشكله بقى ان في حته تتسد، فالدم عمال يتراكم زي العربيات كده، تلاقي عمال يدراع يتنفخ 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 يتنفخ. لكن الشريان او طرف، لو مثلا ده ارتيريا، لو ده فينس، تلاقي الوريد التاني سليم او الشريان التاني سليم، ما فيهوش مشكله، مستني حاجه تجيله عشان يمشي فيه. لكن هو مش هيجيله عشان هو الطريق في نهايته مسدود، الوريد في نهايته مسدود، فالدم محتقن منفخ لك دراع. طب احنا لو خشنا شلنا الاحتقان الانسداد ده، سلكنا البالون، حطينا ستنت، يقوم العربيات دي كلها ماشيه، يقوم الدم كله ماشي، تلاقي دراعه بقى سمبتيك خالص ورجع طبيعي، والدنيا بقت زي الفل. اهو شايف دراعه عامل ازاي؟ تخين قوي. طيب عشان احنا كده فنشنا، ايه اللي انا عايز اوصله لك؟ دي الكومن اللي عايز اوصله لك، ان هي دي المشاكل اللي ممكن تحصل، شويه تجمع دموي تحت الجلد، او يحصل انفكشن، انيوريزم، سنتر فينس ثرومبوزس، ستيل سندروم زي ما انت شايف. خلي بالك بقى انت يعني باختصار لازم تعيد تركيب الابر في اماكن مختلفه، الدراع اللي فيه الفيستولا انت بتبقى واخد بالك وبتبلغ العيان ما يشيلش بيه حاجه تقيله، ما يزقش بيه حاجه تقيله، ما ينامش عليه، ما يلبسش عليه لبس ضيق، لازم يحس الزنه، وانت برضو بتحسها قبل الجلسه وتحافظ عليها، ما فيش قرايه ضغط، ما فيش عين الدم منها، وعشان يتحافظ عليه. انا بقول لك دي قناه اليوتيوب بتاعتي، ماي يوتيوب شانل، اسمها كورسيرا نيرسنج، عليها بقى حاجات ثانيه للنيرسنج، تقريبا 50 فيديو لغايه دلوقتي في اقل من سنه، هي بس تكتب كورسيرا نيرسنج هتطلع لك، ولها صفحه على الفيسبوك بنفس الاسم كورسيرا نيرسنج، لو عاوز انت حاجات ثانيه بقى للنيرسنج ان جنرال. وانا كده بشكر الدكتور حسين على الدعوه الكريمه، ورب اكون فدتكم حاجه بسيطه. شكرا جزيلا يا دكتور طارق، يعني على العرض المتميز بالنسبه للفيستولا من ناحيه الكير والكومبليكيشنز. انا اعتقد ان ده شيء مهم، ان يبقى في اورينتيشن للنيرسز والهاي كواليتي نيرسز بالكومبليكيشن اوف فيستولا. احنا السنه اللي فاتت في 2019 الاوروبيان جايد لاينز، في عندنا دلوقتي في جايد لاينز البيري اوبرتيف كير، بيري اوبرتيف كير في اكثر من 40 صفحه للفيستولا والجرافت، فيها ريكومنديشنز. يعني يمكن انا بعض النقاط اللي حضرتك ما قلتهاش، التايمنج اوف فيستولا كانيوليشن طبعا احنا ده مهمه من ناحيه النيرسنج، لانه الاستعجال البريماتيور يوسج اوف فيستولا بيقصف عمرها. انا كل ما سبت فتره زمنيه من بتوين ان انا عملت الفيستولا وان انا استخدمها هطول عمرها. عشان كده ده بيجي دور الطبيب في القصه ديت، انه ما يتاخرش قوي في عمل الفيستولا، هو نيفر هو هيحس ان العيان هيحتاج دياليسس في الوقت القريب. ولنا بارامترز فيها، سن العيان والعامل الترشيح الكلى الجي اف ار وتدهور وظائف الكلى، كل واحد بيبقى له ايقاع مختلف عن الثاني، بنحط الكلام ده كله في ايفالويشن وبنبدا بدري بحيث اسيب شهر شهرين يعني قبل ما ايه، بحيث يحصل ماتوريشن للفين، لانه من ضمن الماتوريشن معناها نضج الفيستولا، بوصل الشريان بالوريد وبدي فرصه لان الوريد يتنفخ بحيث يبقى يسمح ان انا استخدمه كفاسكولار اكسس عشان يسمح بالدياليسيس. فده نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي انت اتطرقت اليها وكانت برضه ميديكيشنز، اللي هو الانتي بليتل والكلام ده، انت قلتها كلام قطعي ان ملوش لازمه. طبعا الكلام ده لغايه دلوقتي ما نعرفوش، لان لغايه دلوقتي الديبيت موجود، لغايه دلوقتي اللي بيعمل الفيستولا ممكن يقول لك انا عاوز استخدم انتي بليتل. طب لو العيان ماشي على انتي بليتل قبل الفيستولا، اوقفه ولا ما وقفوش؟ لغايه دلوقتي الكلام ده فيه بيخضع للبيرسونال ميديسن، وان بشوف العيان ده هل لايبل بليدنج ولا مش لايبل بليدنج، ففيها ديسيجن ميكنج لغايه دلوقتي ما هيش واضحه الوضوح الشديد اللي حضرتك تطرقت اليه. لانه عيان الرينال فيلير هتفاجئ ان ممكن الانتب يبقى في انتي بليتلت ريزيستنس، مقاومه لعمل الانتي بليتلت. يعني مش كل العيانين لما يخش كرياتين يتدهور وهيقبل على الغسيل، او اقلله الاسبرين لو هو عنده كاردياك، او اقلله البلافكس لو هو بياخد الكلوبيدجرال. ده ساعات بعض العيانين لما بيتدهور الجي اف ار احتياجه للانتي بليتلت بيزيد، فكل واحد غير الثاني، واحد الثرومبوز فيه اكتر والثاني فيه البليدنج اشد. وعلشان كده الفشل الكلوي ما عادش دلوقتي بليدنج، عاد مشكلته ثرومبوز اكتر. فده نقطه ميديكال ما فيش داعي نخش فيها. يبقى التايمنج مهم، ان انا اتعامل مع الفيستولا على ان بتعامل مع حياه الانسان والكانيوليشن، يبقى بحرص شديد. لو انا بعمل البطن هول يبقى لازم بلانتد نيدل، وده احنا قلناها قبل كده في اللقاءات الثانيه، الشارب نيدل وتغيير الاماكن عشان اتفادى السودو انيوريزم.
الكير بتاع انا اتبسطت جدا من الاكسرسايز والكلام ده. الاكسرسايز ده بينشط البيشنت على الداليسيس ان جنرال لدرجه ان انا ممكن اخليه حتى يضحك، ده فيحسن له الويلبينج. الانكفرنج معناها ما يغطيش الايد اللي فيها الفيستولا بحيث ابقى شايف الفيستولا اونلاين، لانه من اخطاء القاتله ان ممكن الابره اللي مرجعه الدم الوريد تنسلت وتبقى متغطيه بلاستر والعين يحصل نزيف، واحنا عارفين سرعه البامب ماشيه مثلا 300 مللي في الدقيقه، يبقى العيان لو انا استهيت عنه ممكن يبقى لوست كميه كبيره جدا من النزيف ممكن تودي بحياته. لازم التمريض يبقى واعي للمشاكل اللي ممكن الفيستولا تعملها، يراعي الفيستولا على انها حياه الانسان مش مجرد حاجه دخل في الوريد اللي عملته الفيستولا بتاعه وخلاص، لا ده حياه الانسان في الكلام ده. بشكرك شكرا جزيلا، وهطلب من الدكتور سعيد خميس يتفضل يدي تعليقه. السلام عليكم حسين. طبعا شكرا سعيد، ازيك؟ ربنا يخلي حضرتك. شكرا دكتور طارق على المحاضره القيمه دي طبعا لاخواتنا وزملائنا التمريض. طبعا ما عنديش كتير ان انا اعلق عليه، بس هو في نقطتين لو سمحتوا لي اقولهم. نمره واحد، بالنسبه زي ما بيقولوا الايرلي ايفنتس جوفرن ليت ايفنتس، انا يعني الاحداث المبكره هي اللي بتتحكم فيما يحدث بعد. انا الجزء التثقيفي للمريض او حتى عفوا للتمريض، العيان ما نسميه احنا سيكي دي او الكرياتين بتاعه 2 3 4 وهو وارد يخش فيما بعد لا قدر الله في انستيشن ديز ويغسل، بيدخل يحصل له ادمشن لسبب ما، احنا بنخرب الاورده بتاعته ديت بدون ما ناخد بالنا كتمريض وكدكاتره، وما بنعملش اي اناونسمنت ولا بنحط براسلت على ايده اللي نركب له اسواره مكتوب عليها ممنوع استخدام الاورده في هذا الارم، عشان انا بريزيرف الفينز ان انذر مينينج ان انا اي شود بريزيرف ذا فينز، ولو مضطر قوي هعمله في الباك اوف ذا هاند لو انا يعني هدي اي بي، لكن ما يبقاش هياخد حقنه مالتي فيتامين ملهاش اي لازمه وانا مركب له كانيولا وبخرب في الفينز. فده الثقافه دي لابد تكون موجوده، ومش عاوزها نسميها ثقافه بس، ات شود بي ماست، يعني المفروض تكون حاجه في كل الوحدات او في كل الان وورد ان بيشنت ووردز، ان لازم العيان السي كي دي ما يستخدمش الدراع، ما يستخدمش دراعه ده او الفينز ديت، ما تهدرش هباء بدون داعي. نمره اثنين بالنسبه للايو فيستولا، اوكي زي ما حضرتك قلت اللي هي لايف لاين، وزي ما الدكتور حسين بيه وضح ان الماتوريشن مهم جدا ان انت تديها فرصه للماتوريشن. اللي بيخلينا نديها فرصه للماتوريشن صح ان هو المبدا بتاع الفيستولا فيرست، ان احنا المفروض اول حاجه نعملها اما معدل الترشيح الكوبايبي او الجي اف ار ينزل عن 30 ويكون عندنا عياده بريدايلسيس كير او لو كليرنس او بي دي، بقول له من هنا يبتدي بعد اذن حضرتك هنبتدي نعمل الفيستولا عشان تاخد فرصه للماتوريشن. المشكله ان احنا مش دارسين قوي، معظمنا ما بيديش اهتمام لسيكولوجيه عيان الدايلسيس. عيان الدايلسيس بعد فتره، بعد شهر اثنين ثلاثه، يعني عفوا هذا ليس السخريه منه، عفوا ان ممكن يلبس البلطو ويعمل مرور معاك على يقول لك اعمل ودي المكنه دي كذا وعلي البامب كذا، هو بيبقى فاهم كل حاجه بعد شويه لانه كرونيك بيشنت. هو متركب له قسطره، شايف زميله بيتشكشك بالابره جنبه في الفيستولا، بتقلمه شويه وهو بيركب له الفيستولا، يقول لك طب ما انا خليني في القسطره مش مؤلمه هي ولذيذه وجميله، هو ما يعرفش ان هي قنبله موقوته وارد تعمل له سيبس زي ما حضرتك قلت وتعمل له مشاكل، والدكتوره هتقول لنا بعد كده مشاكل القسطره وكده. فكل ما كان ايرلي افضل ان انا اركب اكريت الايف فيستولا، كل ما هعمل اقلل المشاكل اللي حضرتك قلت عليها. فمبدا الفيستولا فيرست از ماتش از اي كان. ونمره اثنين، بريزرفيشن اوف ذا فينز از ا كروشال ايشو، ان احنا المفروض نحطها ديت كحاجه تقنين لكل التمريض يبقى فاهم القصه ديت ويطبقها. شكرا جزيلا. بشكرك دكتور سعيد على التعليق القيم اللي حضرتك قلته، ومبدا الفيستولا فيرست ده طبعا لابد ان انا اعرفه للتمريض واعرفه للمريض، لانه هياخر لي انا ممكن ابقى عيان ما ينفعش الفيستولا فيرست، يعني واحد كبير في السن 80 سنه وعنده بريفرال فاسكولار ديزيز وعنده مشاكل كثيره، لكن انا لابد اثقف المجتمع كله هي ايوه هي الفيستولا الاول، واسيب الاستثناءات للتقييم بتاعي انا. ما بعملش ايرلي فيستولا على فكره، انا الديسيجن بتاعي
ما يبقاش ليت. اي دونت يعني انا مش عاوز الفيستولا تبقى في نهايه المطاف بحيث ما يبقاش عندي وقت كافي للماتوريشن. بيبقى عندي يعني انا مثلا ما بقى واحد سنه 30 سنه والجي اف ار بتاعه 20 خلاص بقى متوقع انه يفصل بسرعه لان سنه، وخاصه لما يكون في تدهور سريع في وظائف الكلى بتاعته ده اعمل له. لكن افرض واحد 70 سنه 75 سنه ونفس الجي اف ار مش هعمل له فيستولا، بس انا لازم ازرع ثقافه الفيستولا، الفيستولا فيرست. وممكن الـ انا اقول الفيستولا العيان ده لازم يعمل فيستولا والجراح يقول لك ما ينفعلوش وارد، بس لازم ثقافه الفيستولا فيرست. هقول لك على حاجه فاني قبل ما الدكتور حمدي بي يعلق، كان بعض المرضى بيخافوا لك اعمل فيستولا يا خرابي ده انا راح اغسل كده هغسل. انت عارف احنا بنقولهم دلوقتي، كان زمان الدكتور صبح عشان السيكولوجي بتاع البيشنت يقول له لا ده الكرياتين ممكن يتحسن، وكان بيقولها على اوبزرفيشن من الاكسبيرينس بتاعته. انت عارف ان حاليا الدكتور سعيد والدكتور طارق وكل اللي بيسمعوني حاليا بقى في ستادز منشوره في مجلات طبعا ان دي تي وغيرها على اعداد الاف من المرضى الكرييشن اوف فيستولا، ان انا اعمل فيستولا او جرافت زي ما الدكتوره هلا تتكلم بيقلل البروجريشن، معدل تدهور وظائف الكلى بيقل ولها ميكانيزم. ميكانيزم لان بتعمل، انا مش هخش في الكلام ده، انا اقول لك حاجه افتك، افرض عملت فيستولا وما اشتغلتش، معدل تدهور وظائف الكلى في الناس اللي بتعمل لهم فيستولا، بس ده مش معناه ان انا اروح اقول للناس اعملوا فيستولا عشان نحافظ على وظائف الكلى. لكن اللي خايف ومرعوب انه لو عمل فيستولا معناها سقوط الغسيل، لا يا عم الغسيل ده مش عذاب، الغسيل ده هنلجا اليه لانه حصل الكلى الربانيه الكلى الطبيعيه ما عادش قادره تقوم بوظائفها. انا ممكن تتحمل، وفي فرق ما بين ان انا اعمل الغسيل النهائي اللي هو غسيل الطوارئ. مريض الفشل الكلوي المزمن المفروض ما بقاش على الشعره انه حياته تبقى في خطر لو ما غسلش، لان هيبقى في تداعيات سوء التغذيه وغيره وغيره وغيره. فده والناس ما بتاكلش علشان ما تغسلش، لكن احنا لو عملنا الغسيل كويس، ودي جمله يعني يمكن الدكتور صاحب بيقولها انا ساعات بعرضه شويه لكن هي فعلا جمله حقيقيه، لو الغسيل تم كويس جدا الادويه بتاعته ظبطت العيان ممكن يبقى كواليتي اوف لايف معقوله قوي. وعندنا بعض النماذج من المرضى يقول لك انا بخاف اطلع اشتغل اتحسد، حسد قال لي يا عم الحاج، يقول لك اصل، يقول لك امال بيقول عنده فشل كلوي ايه؟ فيبقى اذا انا لو حسنت التغذيه وحسنت الانيميا والغسيل بتاعي رعيت ربنا ان اعمل اديك والدياليسس اديله الجرعه الكافيه. بس طبعا خرجنا الوقت عن موضوع الفيستولا، لكن ما خرجناش قوي لان الفيستولا هي الوعاء الاصيل اللي هيمكنني من عمل غسيل كويس. ما هو ده انا بشكرك دكتور سعيد، لو في حاجه عاوز تضيفها قبل ما الدكتور حمدي يتكلم. هي جمله واحده زي سمحت لي حضرتك الدكتور حمدي، جزء اللي في يعني سوري في غياب المساق الهيلث اديوكيتور في معظم مستشفياتنا، اي ثينك ان ده التاسك بتاعنا احنا كنيفرولوجيست بلس الزميلات والزملاء التمريض، يعني ده تاسك مهم علينا لابد احنا نعمله ونفعله بطريقه فعلا تكون فيري اكتف عشان فور ذا سيك اوف ذا بيشنتس. انا بشكرك على الملحوظه ديت، لان احنا كان لنا خبره لما انا كنت ماسك فرع مركز كلى في مينيت سمنود، وطبعا كان هو في دياليسيس وفي اوت بيشنت كلينك، فكنت حريص جدا على التمريض، كل اسبوعين حصه للتمريض. وكنت بعمل ايه؟ يا اما انا بتكلم وحد منهم يبيض، يا اما حد منهم بيتكلم وحد يبيض، بحيث ان الملخص بتاع الحلقه او القعده هي ورقه واحده وش وظهر، كان ايامها يعني، بحيث ان تبقى ورقه في جيوبهم. هتقولي ليه ما يبقاش ورقتين؟ انا مش عاوز تدبيس ومش عاوز الكلام ده، ورقه واحده بس. اما بيعرفوا الكلام ده ويؤمنوا بيه ويكرروه، والمريض يسمع منك زي ما بيسمع مع الممرضه، يسمع يقول لك ده انا اللي متخلف بقى، ده انا الكلام ده صحيح. لكن تخيل انت قلت له انت تغسل، والتمريض قال له ده هو ده عاوزك تغسل عشان فتح حد الغسيل او بنفع زمايله او كلام زي كده، هتلقى كلام صعب جدا. لكن اما التمريض بيبقى ايديوكيتد وبيساعد 100% في البيشنت ايديوكيشن وفي التراست بتاع الهيلث كير سيستم، وساعات احنا بنستخدمهم للحنان وان هم محافظين للمرضى ان هم مؤثرين ويكملوا المنظومه الصحيه. هم اكثر قربًا للمريض مننا كمان. احنا طولنا على الدكتور حمدي وهو رافع ايده من زمان. شكرا دكتور سعيد. دكتور حمدي محلب من السعوديه مكه. دكتور حمدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشا اتفضل. اولا يا حمدي محلب على فكره. ماشي الدكتور طارق طبعا مشكور جدا على المحاضره القيمه جدا.
ليا الحقيقه اعلق بس على التعليقات اللي اتقالت. موضوع الاديوكيشن بتاع النيرسز ده مش مهم ان هم يساعدونا، لا دول هم الاساس. انا رايي في شغل الدايلسيس هم الاساس، انا ده احنا اللي بنساعد. للاسف يعني اولا اللينك بتاع المحاضره النهارده نزل متاخر. طيب نازل الحاجات التكنيكال ديت هنراعيها، حاضر. انا منزله من انت عارف انا منزله من امتى يا دكتور حمدي؟ ايوه منزله في اجازه العيد، يعني من اكتر من سبحان الله. الحاجه الثانيه نازل على جروب الدكاتره، فمفروض كل دكتور ياخد اللينك بعد ما تتسجل ان شاء الله المحاضره وتنزل على اليوتيوب، ياخد اللينك ويحط يشوف رئيس التمريض فين، اكيد عامل جروب عنده للتمريض وينزل لهم الكلام ده. ساعتك احنا عاملين جروب واتس للتمريض الغسيل في معظم الاماكن واتبعت اللينك عليه، بس يمكن التوقيت اللي اختاره الدكتور طارق الساعه 1 ده صعب، في ناس كتيره بتشوف الفيديو بعد كده. طيب يا ريت اللي عنده اللينك ده يبعته لي عشان ابعته للتمريض اللي عندنا. حاضر يا باشا، حاضر. دي حاجه. الحاجه الثانيه الكومبتنسي تيست اللي بيتعمل ريجولارلي للنيرسز بتوع الدياليسز مش محطوط فيه الحاجات دي، وده لازم، ودي مهارات اساسيه للتمريض. يعني حاطين لهم حاجات زي الهايبركاليميا مثلا اللي هم ما لهمش علاقه بيها اصلا، ولازم يعرفوها في الاديوكيشن، وشغل الفيسبلا ده والكومبليكيشنز دي. يعني الموضوع محتاج مراجعه، ايه اللي المفروض الدياليسز تكنيشن او الدياليسز نيرس يعرفه. الحاجات دي مهمه جدا جدا، ولازم احنا نهتم بيها، واحنا بنمر كمان يعني ننكش التمريض فيها بصراحه علشان يعرفوا ان الكلام ده مهم. لكن بصراحه طبعا المحاضره في منتهى الروعه وكلام مهم، انا شخصيا كدكتور استفدت منها رغم ان هي فور نيرسز. يعني شكرا جزيلا، ربنا يقويكوا على مزيد من العطاء. يعني انا بشكر سعادتك، طبعا احنا سعداء بوجود سعادتك وحضرتك، احنا بنحاول نعمل اي حاجه. يعني انا احنا عندنا على مستوانا الشخصي في الهيموداليس يونت عندنا ناس فيري بروفيشنال من التمريض، ودايما انا بحب التمريض يكلم التمريض. احنا ممكن اطباء يدوا محاضرات، لكن لما يبقى عندي مريض تمريض قادر على المحاضرات ده هي دي القمه. واحنا مهتمين بهذا الشان لانه فعلا بيحسن. انا مثلا عاوز اعمل فوسفور كنترول للمرضى، لو التمريض فهم يعني ايه ازاي انظم الفوسفور والاكل والشرب والطبيخ يتعمل ازاي واتخلص من الشوربه والكلام ده كله، هيبقى فعلا زي ما حضرتك قلت يا دكتور حمدي، هيبقى اقدر مني على توصيل المعلومه، خاصه الستات بتكلم ستات او قاعدين. يعني اذا كان الطبيب بيمر دقائق فالتمريض في وحده الكلى الصناعي قاعد ساعات بيحكوا مع بعض ساعات، فالتاكيد اللي قاعد ساعات جنب الزبون احسن كتير جدا في التوصيل اللي هو الايه الحاجات اللي هي اللي خارج كتابه الادويه ديت، هيبقى اقدر من الاطباء. وخاصه وعشان كده العلاقه الطيبه مع المرضى والحفاظ على البروفيشنال، يمكن حضرتك قلت كلمه بالانجليزي بعض التمريض ما يبقاش فاهمها، الكومبتنسي ان انا اقيس اللي هو الكفاءه بتاعت في حاجات كتيره جدا لازم تخش في هذا الحسبان. وده اللي خلانا علقت على الانتي بليتلت اللي الدكتور طارق تطرق اليه بالشكل النوعي. بشكرك دكتور حمدي، وطبعا سعيد جدا بوجود حضرتك، وعلشان الوقت عشان الوقت برضو ما انا هبص على الشات لو حد سال حاجه على الشات برضو بيشتكوا ان اللينك وصل متاخر. حاضر، هنراعي الكلام ده مستقبلا. انا باسمكم جميعا بشكر الدكتور طارق شاكر مدرس كليه التمريض بالمنصوره على نشاطه، وان شاء الله يعني يبقى